سنة 1985 نزل خبر غريب جداً في صحيفة الأهرام، والخبر كان بيقول: إلى ولدنا أحمد، اكتب لوالدك وسيهتم بطلباتك. وقتها محدش عارف تفسير الرسالة دي إيه ولا فهم معناها، وكل اللي قرأ الخبر ساعتها بقى مستغرب، يا ترى مين أحمد ده؟ وليه والده ما بعتلوش الجواب مباشرة بدل ما ينشره في الصحف ومصر كلها تقراه؟ ده غير طبعاً تكلفة الإعلان اللي ما كانتش قليلة خالص وقتها. الغريب في الموضوع إن النوع ده من الرسائل فضل يتكرر كل فترة، وخصوصاً في الوقت اللي كان فيه الرئيس عبد الناصر بيحكم مصر، واللي اتضح بعد كده إن الإعلانات دي كانت عبارة عن شفرة سرية بيستخدمها عبد الناصر علشان يوصل رسائل خاصة لناس معينة، وده اللي حكاه مدير مكتبه محمود الغيار في مذكراته الأسرار الشخصية لجمال عبد الناصر، واللي قال فيها إن في وزراء تعينوا فعلاً عن طريق الإعلانات دي. بس تفتكروا الموضوع حصل إزاي؟ الجيار حكى وقال إن عبد الناصر رغم انشغاله بالحكم إلا إنه كان بيهتم جداً بالخطابات اللي بتوصله، وأمره بإنشاء جهاز بشري مختص بقراءة كل سطر وتحليله وإبلاغه بأي خطاب يكون فيه فكرة لامعة أو مهمة. حتى الخطابات اللي كانت بتشتم فيه وتعدي حكمه كان بيطلب تقرير أسبوعي عنها ويصر يقراه. ومن أغرب الرسائل دي رسالة تسببت إن صاحبها يبقى وزير حتى واحدة. في يوم من الأيام وصلت رسالة للرئاسة بعتها شخص غريب من غير ما يوقع اسمه ولا يعرف عن نفسه، وعرض في الرسالة دي رأيه بخصوص قضية معينة كانت بتشغل الأذهان وقتها، والرأي ده كان مناقض تماماً لرأي عبد الناصر. لكن يبدو أن صاحب الرسالة كان شخص فاهم، وكلامه كله كان مدعم بأسانيد ودلائل وبراهين قوية، وده اللي خلى عبد الناصر يهتم برسالة الكاتب المجهول ده ويكملها للآخر. الشخص ده في نهاية رسالته كتب وقال إن عنده تفاصيل ومعلومات كتير مستعد يبلغها للرئيس، وطلب إشارة تعرفه إن عبد الناصر عايز يسمع له. والإشارة دي إن الرئاسة تنزل إعلان في جريدة الأهرام بيقول: إلى ولدنا أحمد، اكتب لوالدك وسيهتم بطلباتك. وهنا عبد الناصر طلب من محمود الجيار ينشر ده على حسابه في الأهرام، وبعدها نشر رسالة بتقول: إلى ولدنا أحمد، لماذا لا تحاول أن ترى والدك شخصيا بدلا من أن تكتب إليه وهو سيهتم بطلباتك. وفي مساء نفس اليوم اللي اتنشر فيه الإعلان الغامض ده وصلت برقية لرئاسة الجمهورية بيقول فيها المرسل: ولدكم أحمد يا سيادة الرئيس ينتظر موعداً لمقابلتكم. لكن المرة دي البرقية ما كانتش باسم مجهول، دي كانت موقعة من دكتور معروف في مجاله، لكن الجيار رفض يفصح عن اسمه في مذكراته اللي كتبها. ولما جمال عبد الناصر قابل الدكتور ده ناقشه في اعتراضه على سياسة الدكتور القيسوني المالية، وطلب منه يكتب تقارير مفصلة حوالين وجهة نظره، وفعلاً عمل ده وانبهر بيه عبد الناصر لدرجة إن بعدها بفترة بسيطة اختاروا وزير من ضمن وزرائه، وكانت دي أعجب طريقة تم بيها اختيار وزير. وده لأن عبد الناصر كان بيفكر بطريقة غير تقليدية، وكان دايماً بينشر إعلانات في الصحف تحت أسامي مستعارة يحاول يختار بيها الوزراء. غير رسائل تانية كتير جت لجمال عبد الناصر وكانت معروفة بالبريد الأسود لأنها كانت دايماً بتهاجمه وتهدد حكمه. ومن المفارقات العجيبة إن رسالة من الرسائل اللي وصلت لجمال عبد الناصر تسببت في اعتقال أخوه الليسي عبد الناصر، واللي جه فيها إنه بيتربح من وراء اسم جمال وعايش في سراء فاحش في اسكندرية، وده اللي كشفه جمال عبد الناصر بنفسه لما سافر وشاف أخوه وهدده ساعتها بالاعتقال، وفعلا بعدها اعتقل. يا ترى لو رجع بك الزمن لورا ممكن تاخد بالك من رسالة عبارة عن سطرين منشورة في جريدة الجمهورية أو الأهرام؟